ينضم لنا عبر الهواء الدكتور هشام إبراهيم، وأستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة. دكتور هشام، مساء الخير يا فندم. مساء الخير، تحياتي لحضرتك استاذ مشاري. أهلا بيك يا دكتور هشام. دكتور هشام، نتحدث الآن عن مشروع قومي ليس فقط الهدف منه الداخل المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي داخل المجتمع المصري، ولكن أيضا نتحدث عن هذه المشروعات لها بعد استثماري أكبر أيضا بهدف التصدير إلى دول الخارج، وبالتالي يكون مصدر من مصادر الدخل. أولا، كيف ترى كأستاذ تمويل بجامعة القاهرة هذا مثل هذا المشروع؟ هل نستطيع أن مثل هذه المشاريع أن تكون عامل آخر يضاف إلى عوامل الدخل القومي في مصر خلال المرحلة القادمة؟ خلينا نقول في البداية على أنه تفقد السيد الرئيس لعدد من المشروعات في محافظة كفر الشيخ اليوم الحقيقة بيأتي في إطار حق المواطن في المعرفة. تمام. احنا الحقيقة في إطار التجهيز لانتخابات أو إعادة تجديد لانتخابات الرئاسة، مهم جدا أنه في مرحلة التقييم يكون المواطن يعلم ويرى بعينه ما يتم من مجهودات وما يتم من مشروعات هدفها في الأساس هو رفع مستوى معيشة المواطنين. بالتأكيد موضوع التحقيق الاكتفاء الذاتي من البروتين سواء كان الداجيني أو الحيواني أو السمكي بالتأكيد مسألة هامة للغاية في إطار تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة كبيرة من معظم الأسئلة الأساسية اللي بيحتاجها المواطن، لأنه مواطن لا يمتلك غذائه ودولة لا تمتلك غذاء بالتأكيد لا تمتلك قرارها. بالتأكيد، وده صحيح. الحقيقة المسألة أكبر من مجرد افتتاح عدد من المشروعات، لأنه تحقيق الاكتفاء الذاتي ده بعد قلب. فالحقيقة ما شاهدناه اليوم بالتأكيد موضوع مهم في الإطار الصحيح في الاتجاه الصحيح، أنه تمام. السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن تكون متوفرة علشان ما نشوفش موجة ارتفاع الأسعار اللي شفناها خلال الفترات الماضية. فمزيد من دخول عدد من المشروعات لحيز الإنتاج الفعلي ده بالتأكيد هيساهم كثيرا في تخفيف العباء على المواطنين، هيوفر السعر اللي بيحتاجها المواطن بأسعار تنافسية، وبالتأكيد ده مسألة مهمة جدا. مهم أنه المواطن يرى ويشاهد ما يتم افتتاحه من مشروعات. أتصور أنه خلال الفترة القادمة سوف نشهد مزيد من المشروعات اللي هتخدم على المواطن وهتنعكس إيجابيا على تحسن الوضع الاقتصادي. الحقيقة عدد من الرسائل المهمة وجهها السيد الرئيس اليوم، يمكن اهمها وابرزها هو ضروره ان يكون هناك التزام من جانب المواطنين، ومثل ما اشار السيد الرئيس في تعقيبه على مساله حقوق بعض المواطنين اللي تجاوزوا في حق الدوله وتجاوزوا في حق باقي الشعب، مهم جدا يكون للدوله اراده وان تعلي من قيم القانون، لانه الحقيقه مزيد من التجاوز في الوقت اللي هي الدوله بتنفق مليارات علشان تعيد للدوله هيبتها وتعيد حقوق المواطنين، دي مساله مهمه جدا. فنحن في مرحله لتطبيق وتفعيل القانون على الجميع، مش محتاجين اي تجاوز كان فيما يتعلق بعدد من المحاصيل الزراعيه او غيرها. المساله الثانيه هو دعوه الرئيس لعدد من او لمجتمع الاعمال عموما سواء كان المصري او العربي او الاجنبي لمزيد من تدفق الاستثمار، لانه الحقيقه الدوله وهي بتسعى لاقامه عدد من المشروعات بيساعدها ويساندها في هذا الامر القوات المسلحه. الحقيقه القوات المسلحه ليست بديل، هي بتكمل الجزء اللي مفتقدينه بشده في الوقت الحالي، ورساله الرئيس انه مهم جدا ان مجتمع الاعمال يبتدي يحط ايده في ايدين الدوله ويقيم عدد من المشروعات، لانه الحقيقه الشعب المصري والاقتصاد المصري يحتاج لمزيد من هذه المشروعات في شتى قطاعات النشاط الاقتصادي. فالحقيقه جوله الرئيس اليوم كانت الحقيقه مهمه للغايه، اتصور انه هيعقبها خلال الاشهر القادمه مزيد من الجولات في تقريبا كل محافظات مصر اللي الحقيقه خلال الفترات الماضيه كانت بتشهد عدد من المشروعات، واتصور انه خلال الفتره القادمه هيكون في مزيد من افتتاح مثل هذه المشروعات بالشكل اللي يساعد المواطن في اعباء المعيشه. طيب دكتور، يعني خليني اتحدث معك في الجانب الاستثماري. قيام الدوله كما اشرت حضرتك وكما تشير هذه المشروعات الى القيام بدور المستثمر احيانا، هل نستطيع ان نقول بانه هذا الامر مؤشر إيجابي أم سلبي أمام حركة الاستثمار العالمي أو أمام قدوم مزيد من الاستثمارات العالمية والخارجية إلى مصر؟ لا، هو بالتأكيد الدولة لا يجب أن تقف مكتوفة الأيدي في ظل دكتور عن ضغط المصباح،
وبالتالي الحقيقه الدوله بتقوم بعدد من المشروعات اللي القطاع الخاص ما قامش بيها. والحقيقه مساله انه دخول القوات المسلحه لهذا المجال ده واجب وطني، ودايما القوات المسلحه بتضرب المثل في هذا الجانب، لكن ده مش بديل، وبالتالي احنا محتاجين قدر مهم من الاستثمارات، محتاجين انه مؤسسات الاعمال تبتدي تضخ المزيد من الاستثمارات، لانه الحقيقه في فرص واعده داخل الاقتصاد، ومناخ الاستثمار الحقيقه بيتحسن في عدد من التطورات، سواء كان على مستوى الاطار التشريعي صدور اللائحه التنفيذيه لقانون الاستثمار، سواء كان على مستوى اصلاح مناخ الاستثمار الحقيقه في عدد من تقييم المؤسسات الدوليه اللي بتشيد به خلال الفترات الماضيه، رفع النظره المستقبليه للاقتصاد المصري من مؤسسه ستاندرد بوز من مستقر الى ايجابي، ده كله بيحفز مجتمع العمل انه يبتدي يضخ مزيد من الاستثمار. الحقيقه يمكن الدوله ممثله في القوات المسلحه في مثل هذا المشروع الحقيقه اعطت مثل ونموذج انه المساله اكبر من مجرد مشروع استزراع سمك، ده الحقيقه مدينه متكامله بها كل عناصر هذه الصناعه المهمه، وعشان كده ده مهم انه يبقى رجال الاعمال لما بيعملوا مشروع يعملوه بغرض تنموي، يبقى في تكامل فيما بين مراحل هذا المشروع بشكل اللي يصبح نموذج يحتذى به، مش بس انه يلبي طموحات المواطن لكن كمان يلبي طموحات الدوله والاقتصاد، انه يكون نموذج ومشروع رائد يحتذى به على مستوى العالم، لانه الحقيقه ده تكامل فيه خبرات سواء كان الصينيه او المصريه. تمام. والحقيقه تم تنفيذه في وقت قياسي. صحيح. انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات وهذه التوضيحات دكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهره، بشكرك شكرا جزيلا.